وكذلك عمار بن الاستاذة ليلى، استاذة التاريخ، استاذة ليلى بالقاسم، استاذة التاريخ استاذة بالقاسم، عفوا هذا شرف لينا استاذة، انك شرف لينا بحضورك. ومن بينهم لطفي زيان الصحفي، والاستاذة سميرة زكاري، وبنهم فاطمة عضو بمجلس الولائي، والاستاذة ليلى بالقاسم كما ذكرتها، والممثل الكوميدي زرق سروري الذي قدم لنا وبمساعدة وحضورنا واللي شرفتنا بحضورها المساعدة الاجتماعية مصرية بويضة وبخصوصها هواري موظف البلدية والعربي عودة ممرضة وزكاري مريم. وهادو الحاضرين معنا نشكرهم الشكر الجزيل اللي شرفونا بحضورهم لاسترجاع البسمة، لاسترجاع البسمة ورسخ في ذاكرة هؤلاء فئة المسنين. وبدون أن ننسى أن هذه وهذه الذكرى أنها تبقى للأبد، تبقى للأبد وفي ذاكرة كل واحد فينا. ونتمنى تكون هذه هذا الجمع لا ان شاء الله.